سلامة ومرحبا بكم، أنا محمد حداد من بر الأمان. اليوم في علاش بحث نستقبلوا يوسف الشريف. حسنا يوسف، السلام محمد، أنا زاد في بر الأمان تونس. مرحبا بك. مرحبا بك يوسف الشريف، تعرفنا اليوم بحضورك. أنت باحث في العلاقات الدولية، مدير مركز كولومبيا جلوبال سنتر في تونس، وتهتم بالعلاقات ما بين بلدان الخليج وبلدان شمال أفريقيا، خصيصا تونس. بيان سا، تونس وليبيا. واضح. لو كان جوست ما تزيد تحكي لنا على موضوع البحث نتاعك اللي تبعوا فينا. هو الحقيقة العلاقات الدولية كموضوع أخذ اهتمامي من اللي أنا صغير. كنت نحب نتبع الأخبار، نتبع شو صاير في العالم كل، لكن بحكم الوضع اللي كانت فيه تونس قبل 2011، الناس كل قالوا لي دي فك عليك من هالعلاقات الدولية والعلوم السياسية، امشي لحاجة أخرى تحبها. الحاجة الأخرى اللي نحبها هي التاريخ القديم وعلوم الآثار، فمشيت فيها هذيك، عملت قريت وكل. بعد صار اللي صار في تونس في 2011، فلقيتها فرصة باش نبدل التخصص الأكاديمي بتاعي. دونك مشيت من اللي كملت ماستري في جامعة كولومبيا في نيويورك في التاريخ القديم، مشيت عملت ماستر ثاني في العلاقات الدولية، والموضوع اللي ركزت عليه هو موضوع العلاقات بين دول المغرب العربي أو دول شمال أفريقيا ودول الخليج. وعلاش بالضبط هذا؟ لأنه من تقريبا من 2011 نشوف مثلا الحاجة الجديدة ربما اللي دخلت في تفسيرنا للعلاقة الدولية، أو في للناس اللي تابع في العلاقات الدولية في المنطقة هذه، هي إنه ما عادش نحكيه برشا على أمريكا وأوروبا، البلدان معناتها اللي مستانسين بيهم أو اللي نقولوا اللي هما معاهم هما تصير العلاقات الكل، واللي هما يتحكموا نوعا ما في السياسة الخارجية لبلدان شمال أفريقيا. معناتها هذا وجهة واحدة من وجهات النظر تقول هكا، لكن ولينا نسمع أكثر وأكثر ب قوة أو التأثير متاع بلدان الخليج. فحبيت نفهم أكثر شنو هو هذا، لأنه زادة كان تفكروا في الفترة في 2011-12-13 أكثر الحاجات اللي نسمعوهم كانت مبنية على تصورات أو نظريات مؤامرة، أو على الأقل بالنسبة لي أنا وقتها كي حبيت نقرأ ما لقيتش برشا حاجات مكتوبة على الموضوع هذايا اللي تفسر بعقلانية، وخصوصا اللي تفسر اعتمادا على نظريات العلاقات الدولية الموضوع هذايا. فحبيت نفهم أكثر، وهذاك علاش خذيته كموضوع متاع الماجستير متاعي وقتها، ومن بعد الموضوع اللي قعدت نخدم عليه في أبحاثي، في سواء عن مع الثينك تانك أو في مقالات علمية خرجتها، أو في الإطار الدكتوراه اللي مازلت ما كملتوش. كباحث في الدكتوراه، يعني في رسالة الدكتوراه نتاعك، هل ولا حتى في العمل نتاعك عموما، هل هناك نظرية معينة يلزمك تختارها وتحاول تقرأ بها الواقع؟ إذا كان أي، شنو هي النظرية اللي كنت تحكي عليها، ولا أنت عندك اخترت طريق آخر؟ هو هذا بحر كبير دخلت فيه، اللي هذاك علاش قلت ما كملتش، مازلت قاعد نعوم فيه البحر هذا. في الاول اول ما بديت نقرا عليها معناتها العلاقات الدوليه، اول ما بديت نقرا فيها بطريقه علميه معناتها في الجامعه في لندن وقتها، النظريه اللي اتبعتها هي السكولابيل رياليزم اللي هو الواقعيه، تترجم بالعربيه. تعرف احنا ديما نقولوها الكلمه هذه، لازم تكون واقعي، وهذايا الرئيس هذايا واقعي، هذاك علاش نجم يعمل حاجه باهيه، الرئيس هذايا غير واقعي، هذاك علاش ما عملش حاجه باهيه. احيانا كي تسمع كلمه الواقعيه تظهر لك اللي هي معناتها ابيض ولا كحل، كان مش واقعي معناتها فاشل وحد شيء. وفي العلاقات الدولية كيف النظرية الواقعية أو النيوريالزم الواقعية الحديثة أو الجديدة، النظرية هذه اللي تعتمد تقول لك اللي معناتها الدول كلها تخمم باش تتقوى وباش تلوج على مصالحها، وما تمشي كان بمصالحها، وبمصالحها معناتها بمعنى المصالح الأمنية والاقتصادية،
وما تخممش في حتى حاجة أخرى، وتقول لك لي العالم الكل ما فما ما فماش ما هوش مهيكل معناتها الماضي أنارشيك، فالواقعية تقول لك اللي كل بلاد لازمها وحدها تدافع على مصالحها، وما تستناش مثلا ما تستناش الأمم المتحدة باش تجي تدافع عليها. أو فالنظرية هذه ربما أكثر نظرية متداولة في العلاقة الدولية، والناس اللي يقرأوا العلاقة الدولية جزء كبير منهم يمشي مع النظرية هذه، وهذه نظرية كانت متداولة خصوصا في فترة الحرب الباردة، معناتها من نقولوا احنا من الأربعينات حتى للتسعينات هي كانت النظرية، وهي لليوم مازالت نظرية الأكثر نظرية ناس تبعها في العلاقة الدولية. فمشيت فيها في الأول، لكن وانا نعوم في البحر هذايا عرضوني نظرية أخرى مثل الكونستركتيفيزم، اللي هي تميل أكثر تقول لك مع المصالح الاقتصادية إلى غير ذلك. الكونستركتيفيزم اللي هي نظرية أخرى توا قاعد نحاول نتعمق فيها أكثر، ومعها هي زدت لقيت نظرية أخرى ربما تساعدني أكثر اللي هي الستركتوراليزم. وهذا معناتها نجم معناتها كما قلت لك هو بحر كبير، معناتها فما عدة نظريات أخرى في العلاقة الدولية، لكن تقريبا هذوما النظريات الأخرى اللي يخرجوا شوية من النظرية الواقعية الكلاسيكية أو حتى الحديثة منها، اللي هي تعتبر شوية هذه الواقعية مثل كما الدكتاتور متاع العلاقة الدولية، معناتها وين تمشي تلقى الواقعية تبع فيك. لكن النظرية الأخرى هذه اللي هي جزء منها يسميوها الكريتيكال ثيوريز، اللي هما ينتقدوا معناتها النظريات السائدة، فالنظرية هذه الأخرى اللي هي تنجم تحسبها كما المعارضة للدكتاتورية متاع الواقعية، اللي ربما نلقى فيها إجابات أكثر من الواقعية، بالأخص للموضوع اللي هو موضوع العالم العربي والعلاقات بين دول العالم العربي، لأنه في مثلاً الكونستركتيفيزم يرتكز برشا على كل ما يتعلق بالهوية، ومعناتها تفسير العلاقات الدولية ما يكونش فقط على معناتها السلاح والحرب والمصالح الاقتصادية، وإنما يدخل في مجالات أخرى اللي كما قلت ربما تنجم تفسر أكثر الواقع العربي من الواقعية كنظرية في العلاقة الدولية. بس نرجع المسألة ملموسة بعد ما كنا في بحر النظريات، شنو هي النقطة أو الطرفة اللي فاجأتك برشا كي أنت قاعد تخدم على الموضوع هذا؟ والله ربما أكثر حاجة فاجأتني وما فاجأتنيش، لأنه كلنا نعيش فيها في فكرة نظرية المؤامرة، معناتها وقت اللي نقرأ في النظريات هذوما الواقعية والكونستركتيفيزم والبوزيتيفيزم وغيره، نقرأ فيهم نظريات تاع العلاقة الدولية. فمشيت وقتها الأستاذي اللي قري فيه، عندك في الجامعات البريطانية والأمريكية بصفة عامة، عندك مرة في الجامعة الأستاذ يبدأ في بيروه وبابه محلول، دق الباب بعد ساعات ما يغلق دق الباب، خاطر يبدأ الباب محلول، تدخل تقعد تسأله، عندك في يدك نص ساعة أو ساعة من زمان تنجم تحكي معاه على اللي تحب. فأنا كنت برشا مرات نمشي لهم الأساتذة في الوقت هذا، لأنه معناتها عبارة أعتقد كم جت نقطة تقنية صغيرة للكونيكسيون مشيت ورجعت. دونك كنت تمشي للأستاذ فيما يسمى بالأوفيس أورز، اللي باب يبدأ مفتوح باش تمشي تسأل وتتفاعل مع الأستاذ نتاعك. أي وكنت تحكينا عن نقطة المؤامرة، نظرية المؤامرة. فمشيت قلت له قرينا على ذوما كل إلا نظرية المؤامرة ما قريناش عليها، علاش ما تحسبوهاش كنظرية، علاش ما نقراوش عليها بحكم اللي هي أكثر حاجة ماذا أنا شوية معناتها نشاكس فيه وشوية نحم نفهم علاش هذه أكثر حاجة، معناتها أنت تسمع في ربما أكثر حاجة ترجع لك هي المؤامرة والمؤامرات، وأكثر من يقول لك نحي علي هذه
واقعيه ومصالح وايدنتي، هذا كله حكايه فارغه. قلت فما كان المؤامره هما الاخرين برا يحضروا. قال لي انت يا يوسف خدمت قبل؟ قلت له خدمت. قال لي كي عندك كي يخدموا معاك ثلاثه من الناس وانت تبدا انت المدير مثلا، وكي تطلب منهم حاجه معينه الثلاثه هذوما باش يعملوها بالضبط كما قلت انت؟ قلت له لا مش ديما. قال لي باهي، تصور انت معناتها حط امريكا او بريطانيا او اللي تحب الفوق، وخمم على شال ما تحطهم هما في وقت المدير، وخمم على شال دو عشرات الالاف من الناس اللي باش يطبقوا هالمؤامرات اللي هما باش يعملوهم. اسكو باش ينجموا يعملوا المؤامرات كيما يحبوا يعملوهم هما؟ قلت له لا. قال لي هذاك علاش نظريه المؤامره هذه نجم تفسرها بعده نظريات اخرى، لكن من غير لا ما تموش اقول حاجه تمشي لها هي المؤامره، فعندك بارشة تفسيرات اخرى تنجم تفسر علاش حاجات قاعده تصير كي نظريه المؤامره. فهذه ربما من النقاط اللي قعدت لي في مخي برشا من في القرايه هذه. يعني اون غرو تنجم تقول الاقتصار مده التفكير نظريه المؤامره تصلح برشا، اما للتعمق ماهيش ما تتعداش اول اختبار نتاع بالضبط. واو. اليوم في البيه كي تجيك التفسير كيما يقولوا ديمونستراسيون طريقه منطقيه كيف منكي. وقال لي يوسف في بحث كيف منكي على مساله يعني تقريبا حينية خاطر من بعد تاريخ، يعني مازلنا نعيشوا في الموضوع اللي انت تغوص فيه. هل هناك تأثير تنجم تشوفه ولا خلينا نقول كي اللمبوبة اللي تشعل في عينين العبيد اللي انت تتفاعل معاهم، ولا كيفاش نجم تقيم الامباكت متاعك اذا كان ثم امباكت مأمول؟ هو صحيح، وانا في الاول كي بديت كي خديت الموضوع هذا سالت نفس السؤال وقت مشيت للسوبرفيزور نتاعي الديريكتور دو ماستر ولا دو تيز، ولا قلت له نجم نخدم على حاجه مش لازمني نرجع للتاريخ خاطر هذه حاجه جديده. قال لي لا، على خاطر هذاك عرفت انت اللي باش تستعمله هو النظريات اللي بتحاول تفهم فيهم اللي قاعد يصير اليوم. بالعكس يكون خير كي تحاول تفهم بالنظريات من انك ترجع للتاريخ اللي تكتب وفما نظريات اخرى تفسر بها التاريخ ماهيش نظريات العلاقات الدوليه. معناتها انك معناتها كي تبحث في حاجه اللي قاعده تصير اليوم، هو الحقيقه انا مستحسن معناتها تعمل معناتها دوري كرونولوجيك اللي نورمالمون تقف قبل يبدا البحث نتاعك، مش على قليله عندك حاجة مسكرة نجم هذيك تقعد تبع فيها اللي هي بالطبيعة مسكرة لكنها كما معناتها الحاجة اللي قاعدة تصير اليوم، فباش تقعد تأثر على العالم في السنوات اللي قدام الكل وانت تخدم في التيز نتاعك باش تقعد هي متواصلة. الآن نرجع لسؤالك على الامباكت، يظهر لي هذا يصير أكثر في الكتابات اللي يخرجوا في الليفينك تانك اللي هو للأسف احنا في تونس ما عندناش برشا الليفينك تانك، ما هيش حاجة من الدولة برشا في تونس، لكن في أوروبا وفي أمريكا وحتى في روسيا ومناطق أخرى الليفينك تانك واللي يخرج في الليفينك تانك عنده تأثير مباشر أولا على صانع القرار، ثانيا على الرأي العام، وثالثا في الجامعات بالأخص الجامعات التقدمية واللي فيها معناتها اللي الجامعات اللي خرجت من الكاركون كلاسيك تراديسيونيل اللي دخلت في العالم المعاصر من ابوابه الكل على معناتها العائله الاكاديميه نجم تقول. فاحيانا نلقى حاجات كتبتهم نلقى يقريوا بهم في اليابان او يجيني معناتها انا زائر من دوله اخرى أو شخص نقابله في كونفرنس قل قريت لك المقال الفلاني أو الشابيتر الفلاني وغير لي رؤيتي الحاجة هكا. فهوني مثلا أنا ونحكي بصفة عام مش أنا بون سامة اللي كتبته شوية بالنسبة للناس أخرين كتبوه، لكن هوني معناتها نرجع لسؤالك اللي هو أكثر معناتها التأثير اليومي يتم
عن طريق لي ثينك تانك. كي تكتب دون لي ثينك تانك الكبار الكتيبة متاعك أو البحث متاعك باش يكون عنده تأثير على معناتها على العالم متاعك متاع اليوم أكثر من أنك تكتب في مقالات علمية اللي هو عندها تأثير على المدى البعيد في نطاق الأكاديمي معين لكن ما عندهاش تأثير على السياسة متاع كل يوم وعلى وجهة نظر الناس معناتها للسياسة اليومية أو الأحداث اليومية اللي قاعدة تصير. اسكو ثم أي نقطة أخرى تحب تضيفها برابر لتجربتك كباحث يوسف؟ والله النقطة اللي نحب نضيفها اللي هي الحق أنا فرحان برشا اللي وصلت في البحث إنه برشا من اللي قرأوا معايا أيسوا أو تعبوا أو قالوا ما زيت فاللي حنقول هو كيف أنت هذه تحبها حاجة تحبها وسواء في العلاقة الدولية أو غيرها على شرط أنك تلقى خدمة خاطر البحث وحده ما هوش هو اللي بيجيب لك الفلوس فلازمك تلقى خدمة في نفس الوقت لكن ديما تلقى الوقت البحث خاطر باش تقرأ وباش تكتب كانك هذه حاجة بالحق تحبها ما تأيسش منها واصل فيها. يعطيك الصحة وشكرا على الترجيح وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نقرأوك قريت لك من إن شاء الله زيد المتابعين يزيدوا يقرأوا لك وبتختجي روابط التجهيزات الأخيرة اللي أنت كتبتهم. يعطيك صحة على وقتك ومرة أخرى إن شاء الله نهارك زين ونتقابل على قريب. شكرا يوسف. يعيشك محمد. سلامة.